ومشاهدينا الكرام لمزيد من التحليل معنا ومع حضراتكم السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا. سيادة السفير أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. سيادة السفير أتحدث معك عن البعد الإفريقي الحاضر وبقوة في منتدى شباب العالم. مصر في السنوات الفائتة تولي الملف الإفريقي أهمية كبيرة على كافة الأصعدة، واستراتيجية مصر إفريقي 2063 تؤسس وتعمل على دعم هذا المسار المصري الإفريقي. كيف تجد هذا البعد الإفريقي في منتدى شباب العالم؟ أولا هذا المنتدى هذه السنة كان تميز الحضور الأفريقي واضح جدا، غالبية المشاركين أو جزء كبير من المشاركين كانوا من القارة الأفريقية ومن مختلف الدول والمهن والثقافات، وأثروا النقاش كثيرا، وهذه سمة سائدة في الدورات السابقة. أعتقد أن سيزداد تعارف أولا بين الشباب المصري والشباب الأفريقي، وسيتم الحديث بينهم حول أفضل سبل لتنمية المجتمعات. هناك الكثير مما لا زلنا نزال نجهله عما يحدث في القارة الأفريقية، وأيضا الأفارقة على غير علم تام بما حققته مصر من تقدم وتجارب سباقة يمكن الاستفادة بها في تنمية بلدانهم ومجتمعاتهم. إذن نعم، يعني سيادة السفير في هذه الجزئية بالتحديد يمكن اعتبار المنتدى ساحة تعارف وتقارب وتواصل حية إفريقية لتبادل الخبرات وتبادل التجارب المهمة في هذه المرحلة، صحيح؟ صحيح، وإلى جانب التبادل الأفريقي أعتقد أنه سيكون هناك تبادل أوروبي أفريقي وتبادل آسيوي أفريقي. الكثير من هذه الدول تدرك ما يحدث في أفريقيا، معلوماتها مستقاة من ما يحدث من نزاعات داخل القارة الأفريقية واشتداد الفقر وعدم وجود رعاية صحية. خضعنا الشباب الأفريقي سيقوم بتصحيح هذه المعلومات. هناك طبعا اعتراف بما يحدث في أفريقيا من مشاكل، ولكن أيضا أفريقيا حققت تقدما كبيرا في المسار الاقتصادي وستتطلع إلى مستقبل أوسع، وخاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ منذ أوائل يناير العام السابق، والذي سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين السلع والخدمات بين الدول الأفريقية. نعم، التجارة الحرة الإفريقية، وهنا يعني أشير مع حضرتك إلى سؤال: ما مستقبل القارة الإفريقية اقتصاديا في ظل متغيرات كثيرة يمر بها العالم، في ظل جائحة كورونا، في ظل أوضاع اقتصادية وتحديات أيضا صعبة، كيف ترى هذا المستقبل القريب في التعاون الاقتصادي الإفريقي الإفريقي؟ التعاون الاقتصادي الإفريقي سيأتي على عاتق الشباب بصفة خاصة، يعني الأجيال السابقة أدت دورها ووضعت الخطط لمثل هذا التبادل، ولكن الذي سيقوم بتنفيذ هذا التبادل هم الشباب الحاضرين في منتدى شرم الشيخ. أعتقد أن المستقبل زاهر، والتجربة المصرية أعتقد أنها مثلة لدى هؤلاء الشباب. لا يمكن إثراء هذا التبادل دون وجود شبكة طرق تربط القارة الأفريقية بعضها ببعض، شبكة خطوط ملاحية، شبكة طيران، شبكة ثقافات، أيضا معرفة الفرقة بما يحدث في مصر والمصريين يعرفوا ما يحدث في أفريقيا. أعتقد أن التجارب والاحتكاك هو المحل الرئيسي في هذه الدورة، والذي سيساعد كل الجوانب والأطياف المختلفة على التفاعل من أجل مستقبل أفريقيا.
نعم، إفريقيا في قلب مصر ومصر في قلب إفريقيا بالتأكيد، وحالة حوار مصرية إفريقية بالتحديد في منتدى شباب العالم. برأيك من إذا تحدثنا عن الأولويات والاهتمامات في الحاضر وفي المستقبل، ما الموضوعات ذات الأولوية أو الموضوعات الملحة التي كنت تنتظر طرحها في هذا المنتدى سيادة السفير، أو طرحت بالفعل في منتدى شباب العالم؟ هي طرحت بشكل جانبي، وأعتقد أن أهم الأولويات هو زيادة معرفة ما يحدث في القارة الأفريقية بين جوانب الشباب المصري والأفريقي. يعني لا يوجد، لا يتمثل فقط في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات بين رؤساء الدول وبعض الأفلام، ولكن لا نعرف كثيرا عما يحدث من تطور ثقافي في الدول الأفريقية، والدول الأفريقية لا تعرف عما ما يحدث من نهضة ثقافية من داخل المجتمع المصري. زيادة المعرفة ستؤدي إلى الإقلال من المشاكل، الإقلال الجهل بما يحدث في منطقة ما يؤدي إلى زيادة الصراع ويؤدي إلى زيادة المشاكل داخل القارة الأفريقية. لا يجب أن نقتصر على التبادل السياسي والمعرفة السياسية والدبلوماسيين، ولكن يجب معرفة ثقافات الجانب الآخر حتى نستطيع أن نكون أكثر فهما واستعدادا للتعاون، زي ما ناقشنا في مصر قبول الآخر. صحيح. قبول الآخر يفتح المجال والنوافذ أمام مختلف الثقافات والديانات والحضرة. نعم، قبول الآخر والتعايش مع الآخر في سلام وأمن واستقرار هو هدف من أهداف كثيرة يحملها هذا المنتدى في نسخته الرابعة. أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا.